يا هلا يا مرحبا فيكم ونرد نرحب فيكم مره ثانيه ونقول عسى ربي يبلغكم كل عيد لا فاقدين ولا مفقودين وعيدكم مبارك. من بعد 30 يوم عشناهم تحت شعار مرحلي جميل جدا كان اسمه يا حلو جمعتنا، وما في احلى من الجمعه اللي راح نتجمعها على مدى 4 ايام في عيد الفطر السعيد عشان نقابل نجوم الاعمال الفنيه اللي سووا الشعار هذا يا حلو جمعتنا، وخلونا نتجمع امام الشاشه الفضيه اللي نسميها تلفزيون وما نغير ريموت كنترول من على شاشة تلفزيون الكويت لأنها كانت ثرية للأمانة خلال الشهر الفضيل. عندي ضيوف وايد حلوين، لما نبي نبلش وياهم لازم كل واحد يطلع تلفونه ويبطل برنامج لونه أصفر كذي وفي صورة شخص يخرع أو صورة whatever، يعني صورة إني إنزين، ويصور عشان يبلش حلقة اليوم من برنامج يا حلو يمعتنا. أتصور من خلال الهنتس اللي عطيتكم إياها عرفتوا من راح يكونون ضيوفي، لكن خلونا نطلع الفاصل هذا ونرجع نتواصل مع ضيوفنا يا حلو يمعتنا. ناقل لي واحد صار له ساعتين مايه للحين انا ماكل يمكن 3000 سمبوسه. الله يا سلام يا سيارة اطقني. ويحي وينك انت؟ وش بلاكرك باللي صار لك؟ قاعد تلعب والعالم يدورك. يلا انت يا توك توك يلا امشي يلا، بدك نص ساعه مشان تقوم. اه يا قلبي كمان جير وين تبني بحيه مستانس؟ شاك ما شوف موبيل. والله خوش ايديا. انزين اي موفي بنروح؟ رجعنا نتواصل معكم مره ثانيه بيا حلو يمعتنا ويا حلو سنابات اللي كنا نطالعه بعد كل فطور للامانه، ومن بعد دكان بنواف حلقتنا اللي كانت امس وصولا الى سنابات والورشه الفنيه الرائعه الضخمه الجميله اللي كانت بقياده المخرج نواف الشمري. وفوق هذا وذاك معانا احد عمالقه العمل هذا واحد عمالقه الاعمال الكتابيه اللي ويانا في دولة الكويت أو اللي دائماً ما يبرزون في الكتابة، وخاصة كتابة الأمور اللي تعتمد على السكتشات التمثيلية اللي تكون متصلة ومنفصلة مهما صفيت حكي. يعني هاشم أسد 9 سنوات إعلام ما راح يقدر يعطي شيء جميل بحق الأستاذ بدر محارب. كله أقول له إياه عيدك مبارك ومنورني أستاذي. أيامك سعيدة وكل عام بخير عليك وعلى السادة المشاهدين، وأنت بصحة وسلامة وعسى ربي يبلغك العيد ورمضان لا فاقد ولا مفقود. طفرت هذا الزمان and we gonna be friends. We are gonna be friends. Why not? ليش لا؟ جايتنا اللوكيشن ما شاء الله عليها ايزي زين سوبر سواقي اسلوبها جميل جدا، وطبعا هاشم وهذا وكذي جايتكم كاجول لان عندها ارتباط مسرحي للامانه، لكن يعطيها الف عافيه انها لبت الدعوه والحضور. شيز اول ذات طفره هذا الزمان لولا الملا. حياك الله. حياك الله. الله يحييك. منورتنا. نورك الله. وايد روحك حلو عيدك مبارك. ثانك يو يا يوم سعيد. يسلمك ويخليك يا لولا. نوصل حق زميل الدراسه، زميل الصحافه، زميل كل شيء وصولا الى الكتابه. احنا خذينا شوي الجانب الادبي الميتافيزيقي، هو خذ الجانب الادبي الفلسفي اللي فيه سقطات اجتماعيه اللي فيه اثراء خلونا نقول للثروه الاجتماعيه الحلوه اللي عندنا في المجتمع الكويتي. محمد الكندري حبيبي عيدكم مبارك. دي باجي اقل من حقك بس اخي وتستاهلها. إيه عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير، ووايد مستانس ان انا وياكم اليوم. سلمك وخليك. طبعا لما نقول يا حلو يمعتنا ابي ابلش بالسلوجن مالنا او شعار مرحلي مال تلفزيون دوله الكويت مع العم والاستاذ بدر محارب. يا حلو يمعتنا، الجمع شيء اساسي ومطلب رئيسي عندنا خاصه في موسم الاعياد، لكن لما نقول يا حلو يمعتنا نشوف كتاب، نشوف اناس مسرحيين، نشوف ممثلين، العيد شوي يربطهم وما يخليهم يعيشون حلاوه العيد والسبب السيزن او الموسم اللي هم قاعدين يشتغلون اعمالهم فيه. شلون العيد مع الاستاذ بدر محارب؟ والله العيد مثل ما معروف يعني بالنسبه لكل الكويتيين الزيارات خصوصا العيد، انا اعتبره بالنسبه لي العيد اول يوم هو اهم يوم، وبعدين يصبح الايام التاليه هي فعلا اعياد لكن تظل شويه اقل يعني تميز من اليوم الاول. احيانا لما يكون في مسرح يجي مسرح مثلا طول شهر رمضان طبعا بروفات وقبله، العيد يبقى عاد هو الافتتاحيه افتتاح العرض المسرحي، ومن الصبح نلحس لقمتنا او نروح نشوف نجهز العرض
لكن هالسنة أنا ما عندي عرض، يمكن هو الشباب واللي عندهم عروض فهم اللي راح يعانون. هم اللي راح يعانون هذا العيد. يعانون أول يوم العيد. أنا أبي أشوف طفرة هذا الزمان. أول شيء إيش رأيك بالمسمى اللي طلعته على لولو أستاذ بني؟ طفرة هذا الزمان شيء يعني ما شاء الله مميز وغير عن الباقي. هي طفرة كوميدية عندنا في الكويت خصوصاً في كعنصر نسائي. يعني العنصر النسائي اللي في اليزوم كفة الدم والتلقائية في كفة الدم هي واحدة منهم يعني، وخصوصاً وهي صاروخ. ايضا كوميديا قادم باذن الله. هي بالكوميديا وغير الكوميديا، وللامانه هي بدعت في الاعمال الدراميه الاعمال الكوميديه. ابى احاول كوز ام هير نمبر 1 فان اوبا قويه، وهذا اعتراف على الهواء اللي قاعد اقوله واللي قاعد اسويه. بحاول اكون شوي حيادي واخذ دور المذيع، يعني اتلبسها عدل اليوم عشان اقدر احاورها. لولو ما شاء الله عليك، خلينا نقول بسنتين او ثلاث سنين صرتي لولو المله اللي كل الكويت تحبها ما شاء الله. الحمد لله. زين، اول شيء شلون العيد وياك وشلون التعاملين مع الشخصيه الجديده مالك لولو المله اللي انا مستمتع ان انا قاعد اقابلها لانها بنيه ديرتي وقاعده تقدم شيء مغاير لبنات جيل. اول شيء اقول عيدكم مبارك وشكرا على هالاستضافه. اوكي دوري هنا. يلا دور. يعني لولو المله هذه ما تغيرت. حلو. نفسها من اول ما طلعت نفسي، وانا اي دونت ثينك ان ام جونا تشينج. حلو. لانه ما لي خلق اتغير. زين. متعب الموضوع، مرهق. التغيير متعب. تغيير يعني. طبيعته حلو. اي بالضبط. شكرا. وغير كذي العيد، العيد حلو حق اللي يعني شلون اقولها؟ انجوي ات وايل يو ستيل كان. حلو. اللي يقدرون يستمتعون فيه اللي حال للحين عندهم القدره انهم يستمتعون بالعيد. يقومون الصبح يعلقون ثيابهم قبل لا ينامون اللي باكر العيد. الحين يسوون البوكس هذا مال الحنه؟ اي انا يا ربي ما قلت اسوي هذا. ما سوينا هذا. اي بوكس؟ لا امي تلف لي ايدي ويربطوها وتنامون. الصبح ايدي ميبسه ما اقدر افتحها تعور. زين. انزين فذيك الايام كنت احس صدق بطعم العيد لما كنت صغيره، بس الحين يعني حتى ما قمنا نشتري هدوم حق العيد. وليش نشتري هدوم حق العيد؟ عندكم ارتباطات اعمال مسرحيه وغيره. الصبح نقوم نتريق، الظهر مسرح يعني تجهيزات مكياج ولبس وعروض لنص الليل. صحيح. خلص ثاني يوم نفس الشيء، ليش تلبس وليش روح زوارات شلون؟ بس تستمتعين الأمانة لولو بالسكسيل الجميل اللي يدل على نجاحك ان انا سويت شيء هالموسم. طبعًا. هذا حق الناس بس حقك انت. حقي تبين شويه صح؟ ابي اقعد مع اهلي. تبين شويه؟ اي بس الحمد لله. وشوفوا اهل لولو المله يمكن على لسان لولو المله قالت ان هي تحب تقعد معاكم، لكن الحلو بالموضوع ان الاهل لما يكونون داعمين حق ابنائهم ويستمتعون بنجاحهم ويوفروا لهم كافه السبل ويقولوا لهم روحوا واشتغلوا واحنا فخورين فيكم وخلوا الكويت كلها تعايد فيكم واحنا عادي عيدنا يكون بعدين معاكم، صح ولا لا؟ اوكي. وايد اعرف اتحكي. مو انا عطنا شوي بعد قلبي. طبعا محمد الكندري لك انت ما شاء الله الحين يعني بصمه تركتها كل موسم خلينا نقول اعياد قاعد تشارك باعمال مسرحيه، قاعد تكتب نصوص مسرحيه جميله، قاعد تعد نصوص مسرحيه رائعه. والاعمال اللي قاعد تكتبها ما قاعد تعطيها لاي جروب مثلا يعمل فيها، قاعد تنقي الجروبات اللي تبيع عليها. زين انا لما اقول تبيع عليها لان الافكار تباع. صح. تبيع عليها فكرتك او وليدك الجميل هذا، فانت ما راح تبيعه لشخص يسترخص بقدره او حقه. عدل. فسالفه محمد مع العيد تتليها سالفه محمد واختياره للجروبات اللي يعطيها نصوصه عشان يشتغلون عليها. والله نتكلم عن العيد اول شيء، انا بالنسبه لي مثل ما قال الاستاذ بدر محارب، اول يوم العيد بالنسبه لنا هو العيد، انه تكون في اليمعات وهذا لا صلاه العصر، بعد صلاه العصر يبدا الشغل. حلو. لاخر يوم العيد. وانا من صرت كاتب ما خذيت اجازه بالعيد نهائيا. يا اكون بالمسرح يا اكون قاعد اكتب يا اسافر يا فصار وايد ضغط يعني، صار بالنسبه لي يوم العيد يوم شغل. بس بعد كل عيد تروح مدريد عشان تكتب النصوص القادمه. لازم لازم نتشكل مكان ترى مستعد خلاص انا وياك. انا يروح مدريد يكتب نصوصه بمدريد. على سالفه كتابه النصوص طبعا كبير جمعتنا اليوم الاستاذ بدر محارب واللي كان ايضا مسؤول على الورشه الكتابيه اللي قاموا فيها في عمل سنابات الكوميدي. استاذ بدر ما شاء الله عليك اسم وهرم كتابي جميل جدا. تبنيت اثنين او ثلاثه تحت جناحك، منهم اخونا محمد الكندري، منهم اخونا جاسم الجطيلي، منهم شباب جميلين جدا، واسست ورشه كتابيه على اساس تطلعون بالعمل الرائع هذا سناب ات. شلون صارت الورشه الكتابيه هذه؟ شلون جهزتوا الامور؟ هو يعني كان عندنا وقت ضيق، يعني كان نواف شمري لما طلب مني كتابه العمل قلت له لا يمكن بروحي في وقت ضيق،
خاصة أن الحلقة الواحدة فيها مجموعة فقرات. صحيح. فمحتاج لازم تكون في الورشة. فقعدنا ورشحنا أسماء، وكان من ضمنهم أخوي العزيز محمد كندري وجاسم المشطيلي. فقعدنا، فكان شرط الأول حق نواف الشمري، قلت له تجيب لي سبورة نحطها على المكتب. السبورة حطيناها وكتبنا كل الفقرات، كل فقرة كم حلقة لها، يعني هاي 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 يعني 30 أو 20، أبو غضب 20، الهندي 15، التركي 15، وزعنا بعدين الفقرات على الجميع، يكتب محمد يكتب جاسم يكتب أنا، نلتقي خلال أسبوع ونقرأ اللي كتبناه، يا نلغي يا نعدل يا نعتمد المكتوب. فاستمرينا على هالمنوال الى ان خلصنا العمل. وشلون شفت العمل مع الدماء الشابه الجديده الحلوه اخوي جاسم القطيري، له احضر تحيه، اخونا محمد الكندري، بعد انا مشاتي مهضومه فيك ما اقدر اشهد حق محمد. لا والله كلهم عندهم، هو يمكن كون عندهم ملكه الخيال وعندهم الحس الكوميدي في الكتابه. جاسم القطيري عنده تجربه سابقه معي انا وهو نواف الشمري في بطاطا بروكاست أول العام عملناها، يمكن محمد أول مرة يشتغل هالنوعية من الأعمال. إيه، فيمكن بدأ يتأقلم خلال الأيام الأولى من مجتمعاتنا، بدأ يكتب، أصبحت روحنا واحدة في الكتابة، حتى لما يطلع أي فقرة تطلع ما يعرف ما يبي اللي كاتبها بدر أو جاسم أو محمد، فصارت روح واحدة في العمل والشباب بيضوها يعني. والقالب غالب مثل ما يقولون، والثيمة الجميلة غلبت على سنابات من خلال الورشة الكتابية الروعة اللي سواها ساد بدر محارب. فسقانات وهاي هاي. فسقانات شلون سويتوا؟ شلون سوينا؟ بس احنا قرينا النص، وطبعا يعني شوف احلى شيء لما تاخذ من واقعك اللي انت تعيشه، مو اللي تشوفه من التلفزيون والطبقة، لا. في بنات تمرون علينا شيء بحياتنا او نسمع عنهم اوفر تفلسف واوفر فشخره على فشوخ، وفي اللي لا، هذيل اللي قاعد نتكلم عنه ترى يعني في بعضهم موجودين، في اللي عندهم وايد اللي ما يشوفون ترى. صح صح صح. اللي عندهم جزر وشيء ما يشوفون زين. ما يطلعون شيء نفسنا مجمعات ما يطلعون عندهم جزر خاصه. اي فبس يعني قعدنا نتكلم بالموضوع، وان في بنات كذي كذي، وتمنا يعني نشوف اللبس معظم الوقت شلون يكونون لابسين وطريقه كلامهم وحرف الراء، هذا ما ننسى طبعا. لازم انزين وبس، وطلع معنا وضحكنا. طلع معاكم للامانه شيء جميل جدا. جاي لك لولوه بسؤال بعدين ابى اروح حق استاذ بدر محارب واخوي محمد عشان يفتون على هذا السؤال، لكن من بعد ما نشوف هذا الفاصل الحلو معاكم وسناب آت ونرجع لكم في انتيا يا حلو يا معتنا. إيجابية وايد فوق هاي 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 ما حسا ما شر، قولي لي شن صاير، ليش تاخذك الإيجابية هاي هاي؟ واو، حتى أنا محتاجة طاقة إيجابية وايد. أنا أقول لكم شنو صار معي اليوم. أنا اليوم قريت برجي، وبرجي قايل لي إن أنا راح أحقق دريم من زمان كنت أبي أحققه. شنو برجك عاد؟ ما تعرفين نمول؟ لا. برج البو بشيرة. واو يما منج، برج هوائي. عاد أنا اليوم برجي ما أدري إيش فيه متزعل مني. ليش وات هابند؟ ما أدري، يقول إني راح أسمع أخبار جدا مو حلوة، وإني راح أقابل ناس زعلانين علي. ما أدري، كله سو يعني نرفز. هي أنتوا الاثنين ستوب، خلوني أنا أشوف شنو برجي. أوكي. Oh my God! شنو؟ إيش فيك؟ تدرون برجي شنو قاعد يقول لي؟ شنو؟ Oh my God! برجي يقول لي تبرع ب5000 دينار حق الأيتام الفقراء وكذي. ليش أنت شنو برجك؟ واو، ما تعرفون شنو برجي؟ لا. ذمتك؟ لا. برجي زيبرا. يا ماما. زيبرا يا ماما منك يا مخطط انت يا الوحشي. يا ماما. خلاص راح اسمع كلام برجي واجبرها ب5000 دينار. خلاص دام كذي انا بعد بتبرع ب1000 دينار حق كل واحد من الخدم والحشم اللي عندنا مساكين. وبكره هذا بس علشان طاقتي الايجابيه صارت حلوه. حتى انا بقول حق الصبي مالنا يذبح لي كم شيب عشان بوزع على ايراننا عشان ما ابي اسمع اخبار مو حلوه. لا صادقه لازم تسوين كذي. عاد اقول لكم، بتحطون تبرعاتكم بالسناب والانستغرام؟ شو؟ اكيد. هلا
رجعنا ويمكن بالفاصل الجميل هذا اللي شفناه كنا قاعدين نتناقش عن يعني عن امور حلوه تحت الهواء، ان في شغلات ممكن نشوفها خياليه بالتلفزيون لكن تكون اقرب الى الواقع، وفي شغلات واقعيه نفس ما قالتها اختي لول ولكن احنا ما نشوفها. فبهذا الموضوع انا ابي اعول بالسؤال او بعرج بالسؤال حق لول، ونفس ما قلت لها تقمص الشخصيه. لول والحين قاعد تمثل هاي هاي الراء، هذا حرف الراء، حرف الراء، حرف الراء، انزين، وصولا الى الادوار الاخرى اللي مثلتيها في سناب ات، وصولا الى شخصيه فقيره وشخصيه غنيه وشخصيه هاي هاي وهذا، شلون كنتي تطلعين من الشخصيه وتلبسين الشخصيات الاخرى؟ شيء منهك. لا ابدا، بالعكس ممتع، قمة في المتعه ان انت تسوي. اذا هذه هي قمه الابداع والله. وتدري شنو وناسه؟ انت لما الحين تكون قاعد مع ربعك وحد يعني تجيب له طاري اي شيء، في واحد مر عليه اليوم بالسياره مثلا اي احد وتقلده مثلا، سواء صوته كان غليظ، كان حجمه كبير، كان فاهم قصدي انت، وبامكانك ان انت تقلده. فاذا عرفت تقلده وتجيب نفس التون مال الصوت او تجيب نفس البودي شيب او اي شيء، اي شيء الكاركتر ماله عرفت تجيبه، بس هذه الفون اوف ات، ان هني اللي يضحك الموضوع. حلو. فتمر علينا وايد جسمون، انت لما تلاحظ وعندك قوه ملاحظه ان انت تاخذ تو كوبي تو ايميتيت، ذاتس فن. يعني لولو خلينا نقول انت من الناس اللي يستمتعون لما يشوفون شخصيات ويركزون على شخصيات موجوده بهذا المجتمع عشان يستسقون منها الامور الجميله ويطبقونها بفنهم. شطوره عم بنيتكم والله نازل. بس حطوا ترجمه لما ساق البامبو، مثل ساق البامبو حطوا ترجمة على كلامها. نص انجليزي، نص انجليزي ونص عربي. وشيء حلو لما نشوف عيال ديرتنا يحملون الثقافات هذه المختلطه والمغايره. في بعضهم وجه الشيء ترى هو الشيء هذا جميل. انا للامانه اكون صريح وياكم، انا كنت سعيد جدا يمكن كوني دارس انا خارج دوله الكويت لما كنت اشوف شخص امامي يتحدث اكثر من لغه او غيره ويعطي من قلبه للفن. يمكن عمي راح تثبتني على هذه الشغله لسبب انه دائما ابي اجابتكم ثلاثتكم يا جماعه. اوكي حلو. دائما يقولون ان اللي يدش الفن او اللي يدش الاعلام او اللي يدخل في اي مجال فني او اعلامي هذا ما لقى له شيء او عمل يشتغله، مع العلم هناك كتاب حفرت بالصخر عشان توصل الى اساميها. انا والشباب قاعدين نكمل ماستر بالاعلام وبالمسرح. لولو الملة الثقافه اللي عندها صدمتني، فمتى ننبذ الفكره هذه؟ نبلش مع عمي بدر. لا، اللي يدخل المجال الفني او اي مجال ثاني لا يملك الموهبه ولا الملكه ولا يملك الثقافه ولا يملك الذكاء، راح ينكشف بسرعه، يعني راح يكون واضح، يعني راح يكون انسان فاشل. وفي كثيرين في المجال بالتمثيل، بالكتابه، بالاخراج، واضحين ومكشوفين ان هذول ما يملكوا الموهبه وداشين الاسترزاق يمكن، يعني صحيح. لذلك واضح ينكشف، يعني مو صعب. الزين يفرض نفسه، عمي الزين يفرض نفسه، صاحب موهبه هو اللي ينجح. محمد الكندري، وقفنا يم بعض معرض الكتاب وقمنا نوقع حق الناس كتبنا، ابيك انت ترد، لان هذه غصه لما الواحد ينقي انه يكون مختلف من بين ابناء جيله عشان يطلع يصير فنان ولا كاتب ولا مذيع ولا ممثله وشابه تنتمي الى هذا الوطن، نلاقي هناك هجوم وحرب عليهم انه يا عمي هذه صارت وظيفه اللي ما عنده وظيفه. لا 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 لا، الزين يفرض نفسه. ردك محمد. اغلب الناس اللي يقولون هذا الكلام هم اللي هم ما عندهم شغل ولا عندهم وظائف، هذا بوجهه نظري انا. اللي بس فالح ينتقد، اللي بس فالح يدور غلطات غيره، اللي بس فالح انه يحب غيره، ثق ان هذا هو انسان فاشل. الله، هذا بوجهه نظري، لانه وانا الحين وصلت لمرحله ما ارد على الانتقادات من نفس النوع هذا، لان انا مو فاضي ارد عليهم، لان لو برد عليهم هذا راح اصير نفسهم. فانا اشغل نفسي بشيء راح يفيدني، بشيء يبرزني، وحط ايدي بيد المبدع. صح. وما احكم على شخص، يعني اذا انا مو صدق هذا الكلام، هذا مثال، اذا لولو ما يعجبني تمثيلها، ما اروح اقول حق لولو احبط لولو واكسر مياديفها واكتب لها تعليقات وما ادري ايش. ليش؟ صح، ما عجبني خلاص، ما عجبني انا، ما عجبني يمكن يعجب غيري. صح. الناس اللي تسوي شيء تو شنو اقول لهم؟ بالضبط. اقول لهم مشكورين انكم اعطيتونا ذره ولا ذرات من تفكيركم ومن وقتكم قاعد ثبتونا، لان صح. احنا لو مو متابعين على سبيل المثال كشباب ممثلين او غيره، لو ما كانوا متابعين كان ما دشوا الناس وانتقدوا. وفي مثل كويتي اعتيج قلبي شاغبني عليه وايد احبه، يقول حي يحييك والميت يزيدك غبن. فانت ان شفت فيني شيء حليو احييني من خلال الحياه الحلوه اللي انت تمتلكها وروحك الحلوه، ان شفت فيني شيء سيء ثبتني على اللي احلى منه، لكن لا تكسر مياديفي، الدنيا حلوه والحياه حلوه. يولو يولو بس يولو. في شغله هاشم بقولها، في شغله، في مشكله في نوعيه الحين
من المشاهدين من القراء في نوعيه هذه، يعني انا ما ادري ليش هم عايشين كذي، ليش قاعد يفكرون بهالشيء؟ اذا تابعوا عمل فني سواء كان مسرح او تلفزيون او كتاب او لوحه فنيه، يطالع مو عشان يستمتع، يدور غلطه معينه، حرف ناقص، راكور غلط، ما يقول شكرا على 80%، عشان يقعد يسوي ينتقد ال 20%. يعني مثل اللوحه البيضاء اللي فيها نقطه سوداء، عرفت؟ يخلي البياض كله وركز على النقطه السوداء. اي وايد ناس هذا سطحيه يعني، ويسمون نفسهم للاسف نقاد. يهدون الفكر. الحين انا بوصل لك فكره، ركز معاي على الموضوع المضمون، يعني كونسنت على المحتوى. شكرا. يركز والله شعره مو يعني ايه، عرفت هذا اللي تحوشك؟ على قولتهم قلبه متروسه. ما اقدر اسمع قلبه متروسه. قلبه مسرحيه تنتخبون عنها. قلبه متروسه. هاشم في شغله، ان لولو قاعد تقول احنا قاعد نصور اعلان يوم كامل، تخيل قاعد يصورون اعلان يوم كامل وتعب، حالتهم حالي يقول واحد اوه هني في غلطه. اي هذا يحمد ربه مو قدامي، يحمد ربه مو قدامي يعني. الاخطاء او الغلطات خلونا نقول تحصل بحياه الشخص الطبيعي، فما بالكم لما يكون عمل فني او غيره. ما حد كامل. ما حد كامل، كامل وجه الله سبحانه. بس انا ابي طفره هذا زمان هي ترد علي وتقول لي شنو رايها. هذا وسامه على هالطاعه. بعد راسي سلمت لولو. فشنو رايك بالموضوع هذا؟ يعني لولو الملا طلعت، طلعوا وياها عشرات من الممثلين والممثلات. اوكي. في ناس نساهم الزمان. أوكي. في ناس ما قمنا نسمع فيهم ولا قمنا نشوفهم مع أنه خذوا أدوار بطولة. ولولو طلعت بعمل واحد، هذه ما هي مراءات، وأنا لاني لا مذيع لا دبلوماسي ولا رمادي، وما أجامل لا على حساب نفسي ولا على حساب شغلي أو البرامج اللي يكون عندي فيها ضيوف. قدرت تميزين نفسك؟ قدرت تثبتين أن البنت الكويتية مبدعة؟ فليش الهجوم على البنت الكويتية لما تصير ممثلة أو مذيعة أو غيرها؟ والله ما على الشغل أبدا. نفس ما قال الأستاذ بدر، أن اللي عنده كفاءة يبين، صح، واللي ما عنده بسرعة ينكشف. خل هذه على صوب الحين. لا لا تقول إن ما له شغل تمثيل أو الفن، حالة حالة أي وظيفة. أهم شيء إنك تكون مستمتع. يعني إيش أقول لك؟ مثلاً أنت الحين لما أنا أقدر أشتغل بأي مكان، بس شو الفائدة إن أروح أشتغل بمكتب وأنا إنسانة أمل وما أعطي اللي بقلبي؟ يعني شو أقول لك؟ ما اشتغل من قلب حق الشغل هذا وانا مو حابته اصلا، بس قاعد اشتغل علشان والله ينزل لي معاش وعلشان والله اكمل اعيش. هذه بصوب. بس لما انت تحب الرسم من وانت صغير دراج مثلا، عندي مرسم بالبيت. شوف انا سايكل زين. مثلا انت تحب الرسم من وانت صغير وقاعد تعيش من ورا هالشيء، ما راح تحس انك قاعد تشتغل. يلا من يور باشن، قاعد تعيشين الشغف مالك. لما انت تحب الطبخ، بني آدم يحب الطبخ طول حياته، بس يشتغل ويطبخ ما يحس إنه قاعد يشتغل، بس فوق هذا قاعد يلم دخول. صحيح. فأنا حابة هالشيء. مستمتع بالحياة. في مثل إنجليزي أنا بس ما كتشكنا شوي. Life style is a living. You do not live to make life style. Something like that. But there's another one. في واحد صد. إيه والله. أحب التالي. أحب التالي. لا لا، في واحد يقول لك يعني إنه بما معناه إن إذا عشت حياتك تسوي اللي أنت تحبه، عيال ما راح تحس، ما راح تتعب. صح. كأنك ما تعبت لأن أنت حاب هالشيء، ما راح تحس بالألم والتعب ماله، أو حتى تعب آخر شيء يكون راحة. أكيد التعب يكون راحة يا لولو. من بعد خلينا نقول أي شغل. بقول شيء، بقول شيء، بقول شيء. قول قول. استفزتني. قول قول. هي قالت إن كل واحد يبدع، كل واحد من النهاية كل واحد يفرض نفسه بالنهاية. هي عندها مثلا انجليزي، انا عندي مثلا اسباني. بقول قول عطني اسبانيول. تابلو اسبانيول. اي في مثل يقول لك اللي هي نوسترا فورسا ايرستو، اللي هي قوتك هي انت، فما لك شغل بحت، انت من نفسك تكون قوي نفسك وتنجح. فنوسترا فورسا ايرستو. ما شاء الله اليوم ثقافه بالعالم هذا. عشان مثل عربي، يا بخت اللي كانت هوايته شغلته. يا بخت اللي كانت هوايته شغلته. شكرا 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 شكرا. انت اختصرت كلامك، اعطانا اختصار جميل جدا الاستاذ بدر محارب. عاد انا جايك وطماع بسؤال الحين استاذ بدر. بعد راسي سلمك وخليك. الكوميديا دائما يعني معروفه انها هي سلاح ذو حدين. انا عندي لولو الملا تنفع كوجه كوميدي، لكن انا ممكن اهدم كل اللي بنيته اذا ما وظفت الوجه الكوميدي هذا بطريقه عدله، او اذا ما كتبت لها نص بطريقه جميله. الكوميديا اصعب انواع الكتابه، وانت تميز فيها استاذ بدر. شو الفرق بين الكتابة الدرامية التراجيدية والكتابة الكوميدية اللي أنت طبقتها في سناب آت؟ لا هو طبعاً أنا كتبت مثلاً في دلق سهيل، جمعت بين التراجيدية والكوميديا في عمل واحد. دلق سهيل بصمة في تاريخ الفن الكويتي لن ولن تنسى. فكان يعني اللايت كوميك هذا يسمونه. فالكتابة الكوميدية هي مشكلتها إنك كيف تخلق الموقف. الكتابة الكوميدية مو إفيهات. صح. شكراً أستاذ. شكراً.
موقف الخلق والتزام الممثل بالحوار في هذا الموقف عشان يوصل صح. انما انك يكتب لك موقف صح ويجي الممثل يالف يقط الثيهات ويضيع الموقف كله هني تعتمدون استاذ بدر على كوميديا الموقف لا. اللي تستفز المشاهد ضحك او كوميديا او غيره ضحك لكن ايضا يظل في التزام بالحوار يعني اذا الممثل خليته على كيفه في الحوار راح يضيع الموقف كله صحيح حتى على المسرح المشاهد المسرحيه في مشاهد تنكتب بشكل حلو لكن بعض الممثلين يعتقدون انهم اعلى من هذا المشهد واعلى من الحوار هذا واعلى من المؤلف فيخرج عن النص ويرتجل ويحطون مواقف ومسوالف فيضيع الموقف ويسيح وهذه مشكلة كبيرة الالتزام هو اللي ينجح العمل سواء تراجيدي أو كوميدي سمعوها من على لسان أحد أساتذتنا اللي كلنا تتلمذنا من خلال رؤية أعمالهم التلفزيونية سواء كان تراجيدي كوميدي أو حتى دراما أو حتى الأمور الطيبة اللي كانوا يكتبونها سواء كانت متصلة منفصلة أو أعمال درامية تمشي على سياق وتمشي على تواتر زمني للأحداث محمد قلبك كان يبي يقول شغلة ما راح احط شيء هو محمد ما ينطر السؤال هو اللي يجاوب على طول ضيف جميل يريح المذيع للامانه هو لا هو انا بكمل على كلام استاذي طبعا هو استاذنا كلنا حتى الكوميديا الحلو فيه انه يكون عمل جماعي حلو بالتاليف الممثل يشاركك يعني يكون ورشه العمل الكوميدي لازم يكون ورشه انا بوجهه نظري عشان انا كل واحد يقول رايه كل واحد يقول وجهته والكوميديا بس تعتمد على شغلتين يعني اللي درستها بالمعهد انها تعتمد على الموقف وتعتمد على المفارقه الدراميه المفارقه الدراميه شنو درسناها ان الشيء اللي يعلمه المؤلف والمشاهد الممثل ما يعلم صحيح فاذا انت عندك مفارقه كوميديا اخطاء اي المفارقه الدراميه اي كوميديا اخطاء اي فما نعتمد بس على الكوميديا المرتجله اللي هي ديلارتي ما نعتمد عليها بس لان اذا اعتمدت عليها راح يصير تهريج وراح يصير فارس ضحك من اجل ضحك فانا مع موضوع ان الكوميديا تخضع لورشه ويكون الكاتب محترف كوميديا مو محمد الكندري انا اعتبر نفسي صفر كوميديا بالكتابه اعترف ما اقول لك ان انا واو كتبت سنابات ولا برعد قمه التواضع ان اي شخص لما يوصل لمرحله من العطاء لمجتمعه وينكر ذاته انكار الذات شيء مهم ضروري هذا صدق عند اي شخص لا تقول انا وانا وانا قول شكرا للبيئه المحيطه اللي وصلتني الى انا صح اي فانت شوف شلون الكوميديا وصلت شوف ما شاء الله بالسعوديه شلون الكوميديا باليوتيوب شلون ورش واي فاي شلون ورش سيلفي شلون ورش سناب آت شلون ورش يعني طاقات شبابية مع الخبرة اندمجت مع بعض مع الممثلين طلعت لنا الصورة حلوة حلو احنا راح نطلع فاصل معاكم لكن الفاصل مو انا اللي راح اطلعه تبي تصير المذيعة لولو الملا هي راح تصير مذيعتنا وهي تبي تطلعنا فاصل على طريقتها وهني تكمن توهيق المذيع لضيفة نبي نشوف كوميديانة الدرامية التراجيدية الجميلة لولو الملا شلون تبي تصير مذيعة معانا والهوى لك وطلعينا فاصل يا مذيعة الحين مذيعة الحين طلعينا فاصل أعزائنا المستمعين نطلع فاصل ونواصل الله صراحة قوية الله يهنيكم وخذناك من سنين طويلة من سنين طويلة وأنا لليوم ما نايمة ما ناسي هذا اليوم نظلم من وصخ المسخم الأسود يوم اللي جيت علينا فقرتنا صراحة يا ولدي ما توفق النوبة من يبجي ما يعرف ضحك دم من مجيد الزهد بوجي صح يبا هذا ولد الخدامة يبا يبا ولدش خايب قام قوم أنا أمك روح دور على الخدامة يا أمك أنا شكو قرطتنا قرط فقرتنا فقر ما بقيت لا واحد بالعائلة شلح قرع قرطتنا مش لك امشي امشي الله يوفقك إن شاء الله مسعوفنا 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 ولك قوم عاد قوم خلاص خلوني ترى الحين ما مت خلوني أكمل وصيتي تفضل مسلت أنا أوصيك أنك تروح دير أمك وتدورها عدل لين تحصلها وترجع بنتي عشان تاخذ كل الحلال وانت لا ترجع للديره مره واحده قص تذكره ذهب بلا عوده وفكره من شرك طابت ليالينا هي طلعت بعد ما شاء الله عليها مو بس مذيعه تلفزيون مذيعه اذاعه وتلفزيون قالت مستمعين ومشاهدين شفت شلون؟ ارجع ولا ما ارجع؟ لا عاد رفيع حلوه التربيعه كانت حلو برجع حق العم بدر محارب واستاذنا بدر محارب وابي اسئله الكوكبه الجميله من النجوم اللي كانت معاكم استاذ بدر شلون تم اختيارها؟ توليفه حلوه للامانه يمكن اول مره يلتقون يعني او تلتقي هذه التوليفه الضخمه
في عمل كهذا؟ شلون نقيتوهم اسم اسم فرد فرد؟ هم كانوا في شخصيتين كانوا أساس، حي شعيبي وأحمد العنان. إيه. بعدين لما سوينا شلة بغضب فاخترنا أسماء، يعني كانت في أسماء في ذهن المخرج نواف، أيضا أضفنا أسماء أخرى بعد اعتذار أسماء ثانية، يعني كان معنا إسماعيل سرور. إيه. كان معانا ذكرني منه مبارك المانع. مبارك المانع. خادم ظفر. خادم ظفر. فكلهم اعتذروا، فأسماء كثيرة حطينا 10 أو 12 اسم يعني. عبد الله الخضر بعد. فايف عطينا وشاب عاجية وحطينا. فالأسفية أسماء اعتذرت بسبب ارتباطاتها يعني. فوضعنا العنصر النسائي، أنا طبعا رشحت لولوة. تستاهل حق تستاهل شمري، وأيضا كانت نورة العميري اسمها مطروحة موجود. ومشينا، وبعدين شفنا ميس كمر ايضا كلمناها في البدايه، افتكر اعتذرت او شغله كان عندها ارتباطات، بس بعدين في النصف الثاني من التصوير حضرت وكان لها وادت يعني ما شاء الله، كان لها حضور جميل جدا. جميل صحيح، شيء يعني رائع وحلو، والواحد يفخر لما يشوف عيال ديرته قاعدين يرتقون سلمه سلمه على ايادي اساتذه جميلين تلمذنا على ايدهم او شفنا اعمالهم الفنيه الجميله. لولو عمل سناب ات، شنو اللي غير بشخصيه لولو؟ جميلة جدا بالدراما، جميلة جدا بكوميديتك اللي تكون موجودة بالأعمال التراجيدي، لكن سناب آت تجربة جديدة وحلوة، شو اللي غير بلولو المولة؟ شلون غير فيني يعني؟ يعني حسيت إن قفزة لك، إن جربتي شيء جديد؟ والله أنا عن نفسي أحب التجارب مهما كانت، أسافر برا أجرب الأكل، أجرب كل شيء. عشان شي كاتبة don't sell your dreams. don't sell your dreams. زين؟ زين، فتجربة عموما حلوة، وإن شاء الله في فيلم، يعني ما اشتغل فيلم قبل هالمرة، في إن شاء الله عندي فيلم جاي قريب إن شاء الله هشتغل فيه اسمه بوقة فقارة، يعني شيء ها it's a new experience for me. حلو، فأحب أجرب كل شيء معاي بعد بعد رمضان. بعد رمضان برشحك مفروض ان شاء الله. احنا يمكن سمعنا اختنا لولا الملا ورايها في الموضوع هذا، لكن هم انا قلبي شاغبني على سؤال ابي اسالك اياه. استطعتي ان انت تلمعين اسمك الجميل هذا، لكن شلون راح تقدرين تحافظين عليه؟ شلون راح اتم انا لولو المله اللي انتم تحبونها؟ وهني تكمن الصعوبه، وهني يقول لك غلطه الشاطر بلف، لازم تقيسينها عدل بريسايزلي. شلون اقول لك؟ صراحه انا مو قاعد اخطط حق شيء، يعني مرات بيني وبين حق بيني وبين حق نفسي. شو بيني وبين حق نفسي؟ بيني وبين حق نفسي. بينك وبين حق نفسك؟ يو اند يور سيلف. بيني وبين نفسي قاعد اقول انت شلون وصلت جيتي؟ يعني انه فجأة الاعلان زين، بعدين فجأة روحت لينا، بعدين قمتي طلعتي سويتي اعمال الحمد لله، شلون يعني كل هذا صار وانت كذي؟ البركة الله، اذا حب احد من عباده رزقه وعطاه الحمد لله. ف هل انت تخططين ان انت تستمرين شيء وتصيرين احسن، ولا هم بتخلينها كذي؟ فموستلي افضل ان اخلي كل شيء عفو، خلي كل شيء على كل شيء بروحه. لكن تقيسين هلولو يعني مو اي نصيج مثلا تختارين او اي منتج مثلا تشتغلين وياه؟ احنا كذي احنا نزعل عليك؟ لا خلاص كذي احنا نتطرف. لا نقرا طبعا ونشوف شنو اللي يعني العمل الزين من ال، لا تشوفين يعني الشخصيه، يعني اذا الشخصيه مكتوبه بشكل صحيح وعجبتك اشتغلينا، لا شوف العمل كامل. العمل كامل ممكن تكون شخصيه حلوه وتعديلها وتعبين عليها، صح، بس العمل يفشل بسبب ظروف ثانيه. وهنا عمي احنا تلاحقنا سؤال جميل جدا، ان عملكم سناب ات فيه تنوع بالشخصيات، وفي يمكن خلينا نقول مفارقات بين كل شخصيه والثانيه. كالاستاذ بدر محارب، شلون تتم تجهز حق الشخصيات هذه، وشلون تفرق بين الشخصيات؟ يعني عندكم ما شاء الله لو نبي نحسبها ممكن تعدى 40 يعني 40 50 شخصيه ممكن تكون في عمل واحد، ويمثلونهم ممثلين يعني او كاست واحد. شلون تفصل استاذ بدر محارب الشخصيات هذه عن الشخصيات هذه، وتألف خط جميل لهذه الشخصيات، والخط هذا مغاير للشخصيات الأخرى وغيرها من هذه الأمور؟ يعني أول شيء نبي نفرق بين شخصية وممثل. أي تقصد أنت ممثلين 40 ممثل أو 40 شخصية؟ الممثلين كاركتر. هم كاستكم، لكن الكاركترات اللي هم 40 شلون تفصلون بينهم؟ شلون تألفونهم؟ لما نكتب مثلا سناب فقرة سناب أو فقرة لمتة، فقرة هاي مثلا معروفة، الثلاثة اللي فيها معروفة أسمائهم، معروفين من براندهم، فممكن يتخيل المؤلف لما يكتب لهم سواء انا او محمد او جاسم، يتخيل لون وش بتقول، نوره ايش بتقول، هيا ايش بتقول، معروفين الشخصيات. صحيح. بس فقرات ثانيه لا، احنا نكتب الفقره بالشخصيه، ما لنا علاقه بالممثل اللي ياخذها، فننسى كل الممثل راح يؤدي الفقره هذه. ممكن نقترح على المخرج
لكن الاقتراح مو يلزم طبعا. صحيح. فنكتب تخلص موقف هذا نشوف موقف ثاني في شخصيات مختلفة بكاركترات مختلفة نكتبها ثالث رابع خامس ما له علاقة بالممثل ما عدا شلة مغضب لأنه ارتباط معروفين شخصيات مرسومة وخالصة. حلو. فينكتب على أبعاد الشخصية تنكتب حسب ما نعرفهم يعني شلة مغضب ما يتغيرون خمسة أو ستة هاي ما يتغيرون. صح. لما الفقرات الثانية لا ناخذ راحتنا في شكل الشخصيه. للامانه توفقت وايد لولو فقره هاي وانا من عشاق هذه الفقره لان قاعد اقول لهم تحت الهواء انا عشت مع شخصياتي في خارج دوله الكويت كذي وكانت بالنسبه لي صدمه فلما تردون تعيدون احياء الشخصيات هذه بعد 12 13 سنه هذا شيء جميل جدا. محمد الكندري استاذ بدر محارب كبرنا وترعرعنا في اروقه الصحافه والاعلام معهد العالي للفنون المسرحيه جامعه الكويت وكنا نشوفه كاستاذ عملك معه أكيد خلاك تلقط أشياء إيجابية وخلاك تسوي ريشيب وتصقل شخصيتك. العمل مع الأستاذ الكاتب بدر محارب غير بشخصية محمد الكندري طبعاً وايد لأن أنا قلت لك أنا العمل هذا ذكرته أول شيء إنه وايد استفدت من شيء اسمه العمل الجماعي لأن نفكر بصوت عالي ما في نظام اللي يحكرونك بزاوية واحدة يمشون يفرضون أفكارهم عليك لا هذا شيء ما شفته نهائياً. أستاذ بدر محارب أستاذ نواف شمري مسي عليه بالخير قال هذا الميدان كتبوا له تكتبونه قولوا رأيتكم قدموها لنا وإحنا نعطيكم ملاحظاتنا. حلو. يعني ما قال لا تكتب كذي هذا يلا روح البيت سوى ورد ليات إنه واجب لا أنت شنو تحس شنو الأشياء بسناب مضايقتك تبي تتكلم عنها شنو سؤال هاي تبي تقولها إحنا نقعد بعدين نجتمع نحط ملاحظاتنا وتبقى ما تتغير ما تتغير. حتى لو ما عجبتهم يقولون لنا مو حلوة بس يلا عيدها مرة ثانية ما يقول لا غير فكرة يبني فكرة ثانية يعني العمل مع عمالقة الكتاب ونجوم الكتابة ما شيء وايد حلو هذا مو مرعب بلا وايد مرعب صراحة وايد مرعب سلاح ذو حدين لكن من نوع المشرف يفتح لك أبواب يفتح لك أبواب الحمد لله في إيجابيات لا لا يفتح لك أبواب بعد يعني أنا الحمد لله لما اشتغلت معاهم في سناب آت الحمد لله لا دخلت واي فاي 4 فلما دخلت معاهم واي فاي 4 أعطيتهم من الخبرة اللي اشتغلت فيها بسناب آت حلو أي يعني مثل يقول اللي فادني يعني أنا قدمت فقرتين بواي فاي 4 خذيت من سناب بالورشة اللي كنا نشتغل فيها حطيتها بالفقرات اللي قدمتها والحمد لله نجحت فيها يعني والحمد لله وصلت إلى مرحلة جميلة جدا وصولا إلى أختي لولو الملة الحين أنت لما تين تختارين العمل مع أي منتج كان اسم الكاتب يهمك اسم الكاتب not really إذا كان نصه حلو إذا كان كاتب هول ستوري حلوة يعني القصة حلوة الكاركترات حلوة نفس ما قال الأستاذ الممثلين اللي وياي يعرفون يشتغلون و they enjoy themselves والله we're enjoying our interview معك إنزين فمو ما أتوقع مهم اسم الكاتب حلو كثر ما الأهم من هذا يمكن هذه إيه سوري ما كان بس يمكن هذه فرصته إنه يعني المهم ان العمل اللي مقدمه حق لولو الملا اللي ممكن انه يبرز هاشم عاد يصير مذيع اسالها سؤال صير مذيع اسالها سؤال اذا اديت الشخصيه مو 30 حلقه بس دورها وايد قوي يعني 10 حلقات تاخذينها ترى وحقك على الهواء ترى وحقك ليش لا بس وايد اثرها قوي يعني اوكي ليش لا 10 حلقات 10 حلقات بس لها دور يعني عكس 30 حلقه على الهامش وشخصيه 10 حلقات بس لها دور مو قلت نفس ما شرحت لك مساعة دام إني أنا قاعد استمتع إن أنا قاعد أسوي شيء يعني ما عندك مشكلة ما عندي مشكلة حلو كذي هي يكمل التواضع نطلع العقود لا لأن لا لأن نطلع العقود لأن تردين عليه نطلع العقود في لا في أول شيء يسألون كم حلقة بعدين يسألون شنو الشخصية حلو أنا وايد شفت كذي نقاش رائع جميل جدا أنا سوري أنا إذا بسأل كم حلقة علشان إذا عندي ارتباطات ثانية ما وحق شو ممكن يصير التنسيق إيه بالضبط حلو لكن ساعات في الممثل الشاب يحتاج انه من بعد ما وصل الى مرحله جميله يحتاج انه شوي يركز على عدد الحلقات اذا كان النص قوي وما يهضمون حقه على حساب محسوبيه او شلليه ايش رايك بالكلام هذا استاذ بدر لا يعني اذا في مجهود فنان طلع مجهوده ووثبت نفسه على الساحه بعد الظلم انه يحصرونه في دور صغير او في دور برداخ تاخذ حقه يعني انا بس ردي على الاخت لولو يعني قبل لا تعطي الرايج في الها مفروض النص تاخذينه تقرينه إذا ما عندك اشتباهات ثانية تقرين النص صح بعدين تقولين حتى ما تقولين بعد كم حلقة لي لما تقرين النص تعرفين كم حلقة لي وشو المشاهد فأهم شيء أن أنا شايف وايد كثيرين من الممثلين ما يقرون النص
صح. بعض الممثلين ياخذ النص والحلقات يشوف اسمه موجود كم مره يقطع هذا ويدبس يقطع هذا ويقبل المشهد يقراه ويدش او ياخذ مشاهده ويقراها وما يدري خلفيات العمل الباك جراوند النهايه القصه شنو ما يدري. صح. انا مرات تحوشني هذه بس لانه لا هو غلط وايد غلط علشان يعني تاخذ العمل تكون يعني ملم فيه فاهم؟ ايه؟ لازم تاخذه از هول تقرينا من الالف للياء من الالف للياء احسن عشان تعال بين الشخصيه ادائك الشخصيه صح يكون يعني صح مرتبط مع البقيه اللي معاك. انا مرات اذا مثلا اسال انه كم حلقه عندي ايش كثر عشان اعرف انه لانه مرات ثلاث اعمال او شيء كذي فما احب اوهق يصير زخم اعمال ما كنا توهقين احد حتى هاشم في بعد منو عندك بثينه الرئيسي ما شاء الله عليها قبل عندك ساعه الصفر قرت العمل كامل سافرت شرت هدوم الشخصيه كل هدوم شرتهم يدش عليهم حلو فاستعدت شهر للامانه ولها استعدت شهر ترتحيه ويمكن بثينة الرئيسي احد الخوات اللي بلشوا كمذيعه او بلشت كمذيعه من ثم انتقلت صارت ممثله وابدعت في مجال صح التمثيل وكلنا فخورين فيها لان هي احد مخرجات تلفزيون دوله الكويت. انا قلت شلليه زيتنا الحليوه العنونه اللي توها طالعه ما شاء الله ومكسره الدنيا اثرت عليك الشلليه. شنو شلليه؟ شلليه يعني you have your own group and ما تشتغلين الا مع الجروب هذا احتكار او في شخص مثلا ما يشتغل الا مع الجروب هذا ممكن انا اشوف نفسي كلو في هذا العمل وهذا ما تحبين شلليه؟ ما عندك يعني جروب معين تشتغلين؟ لا 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 ابدا يعني مره اشتغل مني مره اشتغل هني مسرح مو يعني انتقل من مكان لمكان يعني شوف تجيني عروض عمل كذي عمل كذي مثلا مسرحي كذي 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 اقرا اي واحد فيهم احس اني راح استمتع فيه اكثر راح ابدع فيه اكثر وانا حبته ومن زمان كان ودي اسوي هالدور هذا انقي يا اخي عسوله والله عسوله. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتواصل معكم مره ثانيه ويا حلو يمعتنا ومن بعدها نشوف تطلعات امال وكلام لولوي استاذ بدر محارب واخوي محمد عشان نوصل الى الفيصل في يا حلو هذا اللي ذبح شافتني شلون؟ شافتني من بعيد قالت كنك وائل كاليفورنيا ومن قريب؟ بلال الشامي عجل خلك بالنص لا تقرب ولا تروح بعيد خلاص المهم ابو روح اشوفها ايش رايك تروح معي؟ ها يا ولد ابو غضب انا اروح معك ايش معنى بهذا اروح معك؟ انت ابو غضب اللي بيسراه يزدحل 10 رجاجيل يا ولد بيسرع يصدح 10-20 رجال أبي يميني 50 رجال كفو لكن بنت لا تزدحني بالأرض إيه تطيح قلبي مرة واحدة أنا ضعيف قدام المرأة ضعيف تدري فيني رخيص أجل دام هالشكل أبا أروح معاك متى ما نويت تروح علمني الحين ناوي أروح أجل مشينا يلا ناخذ دلة معنا ولا هناك شكرا لا فضيح هناك كوفي شوب يلا يلا والله ماني مذيع رمادي ولا اني مذيع كلاسيك ولا اني مذيع تقليدي واكره اقول والله الاوقات الحلوه تخلص بسرعه ولا الكلمه الاخيره ولا هذا ما انت ما ينمل منكم إيه لا لا انا ما عندي السوالف هذه كثر ما عندي سالفه ان حلقتنا وقتها راح يخلص لكن كل شخص بهالدنيا وكل انسان عايش بهالدنيا له الحق انه يشوف الدنيا بعينه ما يشوفها بعين احد ثاني ويتكلم عن تطلعاته امنياته واي حكايه قلبه شاغبه عليها. ببلش معك محمد ايش راح تقول بنهايه لقائنا؟ والله اشكركم وايد استانست باللقاء كنا يمعت عيد احنا ما كسرنا الشلليه اللي قلتها شلليه ما نبي شلليه اتمنى التوفيق للكل وان شاء الله يجمعنا عمل ثاني وثالث ورابع مع الجروب الحلو هذا وان شاء الله يا رب نكون احنا كنا قد الثقه بسنابات وليا ان شاء الله دائما افضل وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وانت بصحه وسلامه وعسى ربي يبلغك الشهر آمين كل سنه ويبلغك العيد كل سنه لا فاقد ولا مفقود انت آمين وكل من تحب وتغلي وتعز لولو ايش راح تقولين؟ ايش راح اقول؟ انت توك تقول امال وما ادري شنو امال وتطلعات وامنيات وحكايات حلوه شلليه ها؟ احب اقول عيدكم مبارك وان شاء الله الله يعود عليكم رمضان والعيد كل سنه بكل خير ان شاء الله وآمال وتطلعات إن شاء الله هوليوود إن شاء الله إن شاء الله Thank you fingers crossed بس مشكورين على الاستضافة و it's such an honor أنا قعدت معاك أستاذ وتحاورنا الحوارات الجميلة و
محمد اسمك اول اسم محمد محمد نسيت انا الكندري عاد كندري اوكي انا لما كنا نصور كان اللي ماسك الكلاك دائما يقول محمد الكندري ايوه يعطيكم العافيه للامانه ومسك الختام راح يكون مع العم والاستاذ الكاتب الكبير بدر محارب من خلال تطلعاته امنياته واي شيء حاب انه يقوله الكاميرا والهواء كلها لك استاذي طبعا على هو يعني على مستويين على المستوى العام طبعا نتمنى الامن والامان والرفاه لبلدنا اللهم امين وان شاء الله في تقدم مستمر لا تتوقف التنميه او امين العمل للوصول الى التنميه المطلوبه ويكون مستمر على المستوى الشخصي اتمنى شويه الكسل يبتعد عني واتوقف عن تدليع نفسي شويه واخلص بس الأعمال. تستاهل عمي انك تدلع نفسك من فتره وفتره لا انا المهم ان عندي اعمال كثيره بالادراج يعني في 5 حلقات من مسلسل تراثي عندي 7 حلقات مسلسل كوميدي فيلم 50 مشهد كل اشياء كثيره مخشوشه بالدور بدي اخلصها قبل نهايه السنه هذه ان شاء الله ويشوفون النور وينعملون بشكل صحيح يعني مو بس يشوفون النور يعني اللي يخرجهم واللي يسويهم يسويهم بشكل صحيح ارضى عنه واتمنى التوفيق للجميع وللزملاء اللي معاي نون ومحمد ان شاء الله مستقبل ان شاء الله يا رب اللهم امين اجمعين ان شاء الله وعسى ربي ينول كل شخص اي مطلب يبي من واقع صفنيه من واقع ابداع تفرد تميز ودائما خلونا نمشي على السلوغن الجميل هذا احنا ما خلقنا عشان نكون زياده على هذه الدنيا كثر ما احنا خلقنا عشان نترك بصمه وسمعه طيبة لهذا العالم تابعونا same time same place باكر وبكرة بإذن الله وراح تكون معنا آخر حلقة من حلقات برنامج يا حلو يا معتنا وعيدكم مبارك في أمان الله